بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد وبمناسبة إعادة فتح المساجد أمام زوار بيت الله لأداء شعائر صلاة الجمعة، ودي الجمعة الأولى بعد فك حظر غلق المساجد، وطبعا وفقا للإجراءات الاحترازية اللي قالت وأوصت بها وزارة الأوقاف المصرية. ومعانا طبعا على الشاشة دلوقتي فضيلة الشيخ بيدي تعليماته بإجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين وترك مسافات ولبس الكمامات وطبعا اصطحاب سجادة الصلاة، وأيضا فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلق المسجد فور انتهاء الإمام من خطبة الجمعة. وزي ما احنا شايفين كده حبينا نصور تصوير حي لثقافة الشعب المصري الجميل وأهالي مدينة العاشر من رمضان الجميلة. التزام الناس طبعا ده شيء جميل جدا، لأن كلنا بنحافظ على صحة بعض. طبعا تغطية خاصة من قناة مصر الحضارة سلامة رمضان، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا ولايك وشير لفيديوهاتنا. ويشرفنا طبعا أهل مدينة العاشر من رمضان يكونوا كلهم معجبين بقناتنا ويكونوا طبعا مشتركين عندنا بالقناة. بحبكم كتير قوي. سلام رمضان، مصر الحضارة. إن شاء الله بإذن الله ربنا كل الناس تتضرع وتدعي ربنا عز وجل إن ربنا يشيل عننا الغمة دي يا رب العالمين، ويرفع البلاء عن الأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء يا أرحم الراحمين، واجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. فضلت الشيخ وليد منورنا طبعا من الناس حفاظ القرآن الكريم وأئمة القرآن الكريم في المجاورة 48 بالعاشر من رمضان. معانا طبعا الأخوة من الأخوة الرواد المسجد الأساتذة الحاج عاطف والأستاذ السيد والأخ أيمن، وأيضا أناس آخرين مش ظاهرين في الشاشة واقفين على باب المسجد بينظموا عملية دخول المصلين. طبعا ممنوع دخول الأطفال، الشباب من سن 15 سنة بيدخل عادي مفيش مشكلة. كل واحد معاه الكمامة بتاعته لابسها طبعا، ومعاه السجادة الصلاة بتاعته زي ما احنا شايفين. وده اللي بيدل على وعي وثقافة من الشعب المصري الجميل وأهالي مدينة العاشر من رمضان، اللي دايما تضرب مثال للفكر والوعي والثقافة للمجتمع المصري. وده ان طبعا مدينة العاشر من رمضان وسميت بذلك نسبة إلى نصر العاشر من رمضان، نصر أكتوبر المجيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر دايما يا رب العالمين في انتصارات متعددة. شيء جميل قوي، أنا سعيد جدا 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 والله، وكنت أتمنى أن أنا عايز أصور كده فعلا وألاقي الشكل الجميل ده اللي ظهر معنا النهاردة. مفيش مخالفة واحدة لمصلي واحد، كله داخل ملتزم بتعليمات حفاظا على نفسه وحفاظا على غيره من المصلين. معاكم طبعا التصوير معاكم طبعا التصوير لحد ما الخطبة بتاعت الجمعة تخلص ونستمع لخطبة الجمعة. طبعا المسجد لما خلص العدد الناس موجود علامات على كل سجادة صلاة زي ما احنا شايفين باللاصق، الشريط اللاصق على السجاد، ان كل الناس طبعا ملتزمة بالعلامات والمسافات. بعد ما خلص العدد المسجد استكفى به من العلامات، بدأت تم في الفور من أعضاء المجلس المشاركين في النظام بغلق المسجد. في شايفين أطفال واقفين قاعدين بره طبعا، وفي مكان في الخلف بره مصلى عشان خاطر لو في حد مش هيد كله مكان بالمسجد. وده طبعا تنفيذ لتعليمات وزارة الأوقاف المصرية واحترام اللوائح والقوانين اللي أوصت بها الوزارة للإدارات الأوقاف ولأئمة المساجد.
نشكر كل إدارة الأوقاف، لإدارة الأوقاف بالجمهورية وإدارة أوقاف العاشر من رمضان، وعلى رأسها فضيلة الإمام الراجل الشريف المحترم اللي بيقوم بعمل جميل جدا في نهضة بالشيخ فضيلة الشيخ أحمد بالنهضة بالمساجد في العاشر من رمضان. وكل مدينة كبيرة زي العاشر فيها وكيل وزارة موجود النهاردة بيزور المساجد وبيتابع بنفسه عملية التنظيم وتطبيق اللوائح والقوانين اللي أوصت بها وزارة الأوقاف المصرية حفاظا على سلامة المصلين. طبعا بنشكر طبعا وزارة الأوقاف، ونرجو الناس دايما تلتزم يا رب بالتعليمات دي عشان ربنا يفتح لنا أبواب مسجدنا والمساجد جميعا، ونعرف إن من التجربة الجميلة دي، التجربة اللي حصلت دي، إن هي فعلا محنة وفيها منحة من الله عز وجل. لازم نعرف فضل الله علينا، وكان فضل الله عليك عظيمة، فضل ربنا على الناس كبير جدا، ان احنا كنا بنقف جنب بعض ونسلم بعض على بعض ونحضن بعض ونبوس بعض وواقفين لازقين في بعض، والمسافات ضيقة جدا، وحتى لو الناس المكان ضيق الناس تصلي على ظهر بعض، ومع ذلك كان يكونش في امراض ولا في اوبئة ولا امراض ولا انتقال للعدوى. ولكن في الموضوع ده يبين لنا ان فضل ربنا كبير علينا، وان نعم ربنا سبحانه وتعالى كبيره علينا، ولازم نلتزم بيها، ولازم ندعي ربنا ونشكر ربنا ونحمد ربنا على النعم. شوف نعمه انت كنت تسلم على اخوك المسلم وتصافحه وتبوسه وتقف جنبه وما تخافش من اي حد، دي من اكبر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى كان انعم بها علينا جميعا. احنا كلنا غرقانين في نعم ربنا عز وجل زي ما احنا شايفين اهو. طبعا ما فيش حد طبعا داخل من غير كمامة خالص ولا من غير سجادة الصلاة. ربنا يا رب يفتح لنا ابواب رحمته ويغفر لنا جميعا وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. بنشكر كل الاخوة اللي ساعدوا معانا في تنظيم الصفوف وفي تنظيم دخول الناس الى المسجد. طبعا ربنا يجزيهم خير ويجعله في ميزان حسناتهم، وده لازم يكون في وعي وادراك في كل فئات المجتمع. في بعض الناس بيكونوا قائمين على العمل وعلى التنظيم ويؤجروا على هذا العمل. نشكر طبعا فضيلة الإمام بتاعنا الراجل اللي عمال بقاله أسبوع يتكلم التعليمات، نلتزم بالتعليمات، نلتزم بالأوسط التعليمات اللي أوصت بها الوزارة، لازم كل واحد يطبق اللائحة والقانون. وأوصى الإخوة اللي واقفين أمام المسجد بالتنظيم إن اللي يدخل من غير كمامة لا ما يدخلش خالص، ومن غير سجادة ما يدخلش خالص، وإن المسجد لما يتملي للآخر خلاص إحنا نقفل الجامع. ده شيء جميل جدا وشيء حضاري جدا. نشكر طبعا كل الإخوة القائمين عليه. ما شاء الله يعني النظام، هو المسجد يعتبر أكتر من نص، وده الجزء الخلفي اللي هو كان التوسعة يعتبر بدأ يتملي. طبعا هنسيبكم مع الكاميرا كده بتتجول في المسجد. المسجد بتاعنا طبعا عايز شغل كتير قوي وعايز جهد كبير، وفي اجتماعات متبادله من اهالي المجاوره من اجل ان هم يطوروا في المسجد، وده ان شاء الله يحصل قريب تجديد واعمار بيت ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجزيكم خير يا رب، ويجزي كل الاخوه القائمين على اعمال الخير. قناه مصر الحضاره، سلام رمضان معاكم. طبعا كل الاخوه المشتركين يعمل سيرش على اليوتيوب قناه مصر الحضاره سلام رمضان، عندنا محتويات متنوعه وهادفه بتغطي مجالات عديده ومتنوعه، ده شيء جميل. نرجو منكم كل الدعم لقناتنا. الحاج عماد وقف مع الاخوه اللي بينظموا الصف برضه من الناس المحترمين في المسجد.
رحمة الله من 10 سنين الذين آمنوا. طبعا لازم نحترم كل كلامه ولكن دي كلمته ولا تموتن إلا وأنتم مكان لطفل صغير أما الجمعة ولا نسيب مكان لراجل كبير الأمل والحياة. فطبعا يحترم رأيهم ولازم يحترم رأي الأخوة والأخوة. والإنسان يأمل فيها مال متعددة يرضى فيها. فالأمل الأمل هو توقع شيء مستحق في المستقبل، توقع شيء يحبه الإنسان يقع في مستقبل الزمان، وانشراح الصدر في وقت الضيق لأمل وفرج كالطريق، وما شدة ظلمة الليل إلا إيذان ببزوغ الفجر، وما شدة الكرب إلا إيذان بقرب الفرج، ضاقت واستحكمت حلقاتها لما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنا نظنها لا تخرج. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق به الامر في مكه وخرج الى الطائف فلم يرى مستقبلا من البشر ورجع الى مكه في جوار انسان من اهلها، ولما ضاق به الامر بعد وفاه عمه وزوجه لما ضاق به الامر كرمه ربه تعالى بان اعطاه رحله الاصرار والمعراج. يونس عليه السلام لما يئس من ايمان قومه وخرج الى البحر وهدم السفينه، ولما ارتجفت بهم السفينه كانت تغرق في البحر وكان لا بد من ان يلقي انسان نفسه في الماء، فكان يونس عليه السلام، لكن الله تعالى مع ورود وشكل الامر انه يلقي نفسه في الماء يغرق، الا بشيء اشد من الغرق انه حوت يلتقم يبتلعه. وعصارة مع جمعيته يمكن أن تحول عظمه إلى سائل، لكن الله تعالى حفظ يونس في بطن الحوت، فذكر ربه جل في علاه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكان أبقى الله دون أن يأكل له لحما أو يكسر له عظما، ألقي على الشاطئ وعاد الله تعالى إلى قومه يؤمنوا به 100,000 أو يزيدون. وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مصر بقومه وكان البحر أمامه إذا بالله يوحي إليه أن يضرب الماء بالعصا، وما تفعل العصا لكنه الأمل في فرج قريب من رب العالمين. يضرب موسى البحر بالعصا فيصير الطريق في البحر يبسا. ينجو موسى عليه السلام والمؤمنون معه، ويضرب العدو ويراه المؤمنون وقد تلطخ بالطين فاه وجهه بعدما لم يبتلعه البحر، وفيه صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وشرع للناس الصيام. وزارة الأفل المصرية التنظيم وكان يصومه صلى الله عليه وسلم في كل عام
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الأمل في الشفاء هو الذي جعل المريض يصبر على مرارة الدواء أو ربما على ألم أن يوضع بشرة في بدنه أو يلقى مسمار في عظمه ليشعر بعد ذلك بالسلامة أملا فيما عند الله تعالى. ها هو أيوب عليه السلام لما طال به المرض حتى وصل 18 عاما مريضا، ولما رأى أن الناس قد تكلموا في حقه من ناحية دينه وقالوا لولا غضب الله عليه لما عرضه لهذا الألم، فنادى ربه أني مسني الشيطان بأسف وعذاب. فقال الله تعالى له: وهذا هو الألم، هذا هو الأمل، مع يعني بساطة سببه، لكن خلفه المسبب جل في علاه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ماء تغتسل فيه فيخرج فينزل المرض الذي على جلدك وبدنك، وتشرب منه فيخرج الداء من جوفك، فيرجع أيوب عليه السلام وقد استرد قوته واسترد صحته، بل استرد أهله ومثله معه، فضلا من رب العالمين ورفقا بأيوب عليه السلام. وهذا يعقوب عليه السلام لما طال به فقد ولديه بعد أن فقد يوسف فقد أخاه، وعندما ابيضت عيناه من الحزن وكان يشكو ألمه إلى الله، بشره الله تعالى بأن ولديه ليس على قيد الحياة فحسب، بل إنهما في شرف ومنزلة عظيمة.